معانا على التليفون سعادة السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. أهلا بحضرتك سعادة السفير. أهلا بيك يا فندم. هل صحيح إنه في بيان هيصدر أو تعليق على صفحة رئاسة؟ لا، البيان بالفعل صدر منذ تقريبا يمكن نص ساعة في الحدود دي أو ساعة بكتير. إحنا من نص ساعة يعني كنا متأكدين مفيش حاجة، يمكن أقل من نص ساعة. لا حضرتك لو تأكدت دلوقتي هتلاقيه بالفعل هننزله حالا فحوائي يا سيادة السفير. وأنا ممكن يعني أقرأ أرجوك النقاط اللي فيه. أرجوك. إن السيد الرئيس اجتمع النهاردة بالسيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة. اللقاء تناول طبعا تطورات الوضع الأمني في سيناء، وإيه هي الجهود اللي بتستهدف سرعة الإفراج عن الجنود المختطفين، والاستعدادات والإجراءات التعامل مع الموضوع ده والقضية ده هي، وإنه تنفيذ التوجيهات السيد الرئيس باتجاه اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ على هيبة الدولة. ده الجزء الأساسي يعني فيه، لكن الجزء المهم اللي أنا عايز أحب برضك إن أنا أبرزه في هذا البيان اللي تناولته وسائل الإعلام، يعني متابعتنا النهاردة لوسائل الإعلام يعني عكست في أكثر من موقع حقيقي من المواقع الإلكترونية إن في تباين وفي اختلاف في الرؤى بين نعم. بين مؤسسات الدولة. لا، ووصلت إلى حد إنه قيل إنه وزير الدفاع لم يستجب لدعوة رئيس الجمهورية أو لاستدعائه في الرئاسة. وغير دقيق، وأنا بأرجو وبأناشد الرأي العام ألا يلتفت إليه. لأن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق ولا أساس له من الصحة. السادة الوزراء كانوا موجودين النهارده هنا، ودي المرة الثانية في خلال 48 ساعة، لأن كانوا موجودين كلهم يوم الخميس، وفي لقاءات مستمرة واتصالات مستمرة معاهم، وفي تطابق في الرؤى كامل ما بين هل في إشارة في البيان لهذه الجزئية سيادة السفير، ولا ده ملحوظة؟ لا مش ملحوظة. أنا بقول لحضرتك من واقع ما تم كتابته في البيان، يعني وده بيان صادر من مؤسسة الرئاسة وبالتالي مصداقيته. البيان أشار إزاي بشكل واضح لعدم وجود لعدم صحة ما يتداوله الإعلام؟ طبعا ده كلام ما مش صحيح، احنا تابعناه وشفناه، وكان لابد من النفي هذا الامر، ومش نفي، ان ناكد انه عدم صحته وعدم دقته. بالعكس، احنا كتبنا انه ليس من المصلحه الوطنيه طرح اي رؤى خارج السياق اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان في هدف لابد انه يكون كل الراي العام يلتف حواليه، وهو انه حمايه ارواح الجنود والحفاظ على هيبه الدوله والافراج عنهم، سرعه الافراج عنهم. طيب سعاده السفير، التوضيح ده من مؤسسه الرئاسه على لسان المتحدث باسم الرئاسه مهم جدا تحديدا في اوقات مشابهه، انما واحنا اشرنا في بدايه الحلقه انه الوضع السياسي في مصر يحمل تربه خصبه لتاويلات قد لا تكون موجوده، ولكن في ضوء بيانين رسميين من الرئاسة من عندكم، بيان يوم الخميس الساعة 7:30 وبيان يوم السبت الساعة 10:30، أنا تعتقد أنه في اختلاف شوية في الصياغة. يعني لما نبص البيان يوم الخميس، وقد وجه السيد الرئيس باستمرار بذل الجهد للإفراج عن الجنود المختطفين والحرص على المحافظة على أرواح الجميع سواء المختطفين أو الخاطفين. الجملة اللي حضرتك قلتها لنا النهارده في بيان النهارده اللي هي توجيهات الرئيس لحماية أرواح الجنود والحفاظ على هيبة الدولة، هل تعتقد إنه ما ورد في بيان الآن استدراك لما ورد في بيان يوم الخميس؟ بالتأكيد لا، وبالطبع لا. إحنا البيان اللي صدر يوم الخميس كثير من التعليقات لاحظناها ورصدناها توقفت عند كلمة الحفاظ على أرواح الخاطفين والمختطفين. نعم. إذا كان فهم انه ان مؤسسه الرئاسه بتسعى للحفاظ على ارواح او حمايه الخاطفين، طبعا هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. ما قصد من هذا الامر انه كان الكل يتطلع الى انه هذا الامر ينتهي سلميا، ولا داعي لاراقه الدماء، ولا داعي ولا احتياج ان يكون في نوع من المواجهات. فبالتالي انه البيان كان صادر بشكل ان احنا عايزين ننهي هذا الامر، ولم يكن المقصود منه ابدا ازاي ان انا اساوي ما بين خاطف ومختطف. ما حدث هو عمليه اجراميه يعاقب عليها القانون، ويعاقب عليها احكام المرتكبين لهذا. يعني حضرتك بتقول ان الجمله اللي جت في بيان اليوم جت في سياق طبيعي، ليس بسبب طلب من القوات المسلحه.
لا مش فاهم سؤال حضرتك. الجملة الخاصة بهيبة الدولة والتأكيد على أرواح الجنود في مقابل بيان يوم الخميس، حضرتك بتقول إنها جت في سياق طبيعي جدا من مؤسسة أنا الرئاسة، في سياق مش طبيعي. أنا بقول لحضرتك لا يمكن مساواة الخاطف والمختطف. إحنا كان الهدف من الأساس إن إحنا كنا عايزين الجنود يتم الإفراج عنهم، ولا داعي لإراقة الدماء، ولا داعي لترويع أي أحد، ولا داعي لاستخدام العنف مع أي أحد. لكن النهاردة السبت والأمر لم يحدث فيه أي تطور، وكل الخيارات مفتوحة، طيب. كل البدائل متاحة. إذا تضمن الأمر أو تطلب الأمر عمل عسكري سيتم عمل عسكري. نعم سيادة السفير، سؤالي الأخير، سفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عندما أقرأ البيان الذي جاء نصه كالتالي: في إطار الجهود المستمرة للإفراج عن الجنود المختطفين، اجتمع السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم بقصر الاتحادية بمصر الجديدة مع السادة وزراء الدفاع، الداخلية والمخابرات العامة، حيث تناول اللقاء تطورات الوضع الأمني في سيناء والجهود التي تستهدف سرعة الإفراج عن الجنود المختطفين، وكذلك الاستعدادات وإجراءات التعامل مع تلك القضية وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس في اتجاه اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ على هيبة الدولة. كما تطرق اللقاء إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المواقع من ادعاء بوجود تباين بين مؤسسات الدولة المعنية، حيث تم التأكيد على التوافق التام بين كافة المؤسسات، وأنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد من شائعات في هذا الخصوص، وأنه ليس من المصلحة الوطنية طرح أي رؤى خارج السياق. وتم التأكيد على ضرورة أن يستقي المواطنون معلوماتهم من واقع البيانات الرسمية الصادرة في هذا الشأن. كمواطن عندما أقرأ هذا البيان يأتيني شعور أن أهمية البيان أو ضرورة إصداره تتلخص في الفقرة الثانية سعادة السفير، هو التأكيد على عدم وجود أي خلاف ما بين الجيش والرئاسة، لأن الجزء الأول في تقدير البعض قد لا يضيف أي جديد، الرئيس جلس مع المعنيين للتباحث وللتواصل. الجزء الثاني، هل وهذا هو السؤال، هل صدر البيان من الرئاسة لدحض بالأساس لدحض كل التأويلات التي تلمح لخلاف ما بين الرئاسة والجيش؟ جزء منها لكن مش كلها، بمعنى انه الاول مرة حضرتك تشوفي في البيان اتخاذ اجراءات حاسمة، ده تستوقفني اكتر من اي شيء اخر، لكن الاثنين مرتبطين ببعض، اجراءات حاسمة وان في ما فيش تباين في الرؤية، ونحن بنناشد الوسائل الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة في موضوع بالغ الدقة والحساسية. عدم يعني التسارع وتيرة أنه مصدر مجهل ومصدر مطلع ومصدر رئاسي، من يحدثك هو اللي بيصدر هذه المعلومات أو زميلي، وبالتالي خلاف ذلك هو لا أساس له من الصح. تباين الرؤى جت منين؟ تباين الرؤى يعني أنا مش فاهم، تباين الرؤى جت ومصدر مجهل، طب ما دام أنت بتقولي مصدر مجهل، طب انا ازاي اثق في كلامك في موضوع حساس زي ده؟ اللي بيصدر عن مؤسسه الرئاسه وما اتحدث به الان هو ده المعلومات اللي انا بطلب ان الراي العام يستند اليها، هي دي المعلومات. يعني هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك تساؤلك وجيه وفي محله، انما مثلا احنا معانا دكتور لواء دكتور احمد عبد الحليم كان بيقول قبل ما حضرتك تبقى على الهواء انه جزء من التباين الذي يبدو على الظاهر هو ان القوات المسلحه نفسها ما طلعتش اي بيان، فخليني استعير الحجه دي. حضرتك تسال القوات المسلحه؟ ما هي تسالش الرئاسه. لا حضرتك بتقول منين الناس جايبه التباين ده؟ قد يكون عدم وجود بيانات من القوات المسلحه احد الاسباب اللي ممكن تخلي الناس تقول. يعني اساليني عن مؤسسه الرئاسه، انا بقول لحضرتك ايه اللي حصل النهارده في قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة. اجتماع حدث النهاردة ما بين السيد الرئيس والوزراء المعنيين. كان اجتماع بيان. كان اجتماعا مطولا فيه. كان اجتماعا مطولا أم مقتضبا؟ يعني مطول، يعني بيشيلوا قضية مطولا ولا مقتضبا؟ الموضوع أنه ينجز إيه فيه؟ ينجز فيه أن لازم دول المختطفين لابد أن يفرج عنهم. وتأمين أرواحهم. نعم. اما مساله التباين، عايز اعرف الآلة مصدر مجهل ومصدر مطلع، مين المصدر المطلع؟ احنا بنقول اسامينا لما بنبقى احنا مطلعين المعلومات. وبعدين المعلومات يتم استقائها من واقع البيانات الرسميه، هي دي الفيصل بس. نعم. موضوع زي ده ما فيش داعي حد فيه يجتهد. سعاده السفير عمر عامر للجنود عايزين نحافظ عليها ويطلعوا.
البيان لم يلمح من قريب او من بعيد عن قرب التوصل للجناة او تحرير الجنود المختطفين ده. في معلومات دقيقة عنهم، وفي معلومات وافية عنهم، وفي معلومات محددة عنهم. معلش مرة تانية عشان لما الخبر صحفيا يتصاغ أبقى متأكدة أنه متصاغ صح. متحدث باسم الرئاسة يقرر أن المعلومات دقيقة عنهم وعن أماكنهم واضحة ومحددة وموجودة عند الرئاسة والجهات المعنية. موجودة عند الجهات المعنية. هو مش ناقص غير ساعة الصفر حضرتك تقولها لنا وخلاص. دي شايف حضرتك زي صح. سعادة بأكد مرة أخرى من خلال حضرتك ومن خلال برنامج سيادتك إن المعلومات تستقى من مصادرها، ومصادرها رئاسة الجمهورية أو الأجهزة المعنية. خلاف ذلك ده كلام ما يبقاش دقيق، ومصادر مجهلة، ومصدر مطلع، ومصدر عليم، ومصدر قريب، دي حاجات ما يعني ما لهاش مصداقية. نعم. من له مصداقية من يتحدث باسمه ويقول ويبقى على مسؤوليته. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر، شكرا جزيلا لك، موضحا البيان الذي صدر من مؤسسة الرئاسة من نصف ساعة تقريبا، ومؤكدا على أن بيانات الرئاسة علنية ومحددة ومعروف من يصدرها، مستنكرا ما تداولته وسائل الإعلام من وجود خلاف ما بين الرئاسة والجيش، ونافيا وجود هذا الخلاف من أساسه. شكرا جزيلا سعادة السفير.